خاض برشلونة آخر حصة تدريبية له رفقة المدرب المقال تشافي هرنانديز، وذلك قبل مواجهة إشبيلية الأخيرة في الموسم. تشافي الذي أعلن برشلونة إقالته بشكل رسمي بعد موسم متواضع كان حاضرا في التدريبات الأخيرة له كمدرب للفريق الكتالوني، حيث يستعد الفريق لمباراته الختامية في الليغا وسط أنباء عن توصل إدارة البارسا لاتفاق مع المدرب الألماني هانز ديتر فليك لاستلام دفة القيادة خلفا لتشافي. في آخر مؤتمر له كمدرب لبرشلونة قال تشافي هرنانديز إنه يحترم قرار الإدارة التي أبلغته بأن الفريق بحاجة لتغيير المدرب، مضيفا أنه كان يحلم بالبقاء مع النادي الكتالوني لفترة أطول. نعم كانت أياما معقدة، لكن سأرحل وضميري مرتاح بالتأكيد. أنا سعيد جدا بما قدمته مع الفريق. العمل في برشلونة ليس سهلا ولم تكن مرحلة سهلة بالنسبة لنا كطاقم فني. حاولنا دائما تقديم الأفضل للنادي وقدمنا ما علينا، فزنا بلقبين فقط، وأنا أشكر النادي على هذه الفرصة. كان شرفا لي أن أدرب برشلونة، وكان حلمي أن أواصل لمدة أطول مع هذا النادي، لكن رئيس النادي أخبرني بأن الفريق بحاجة إلى تغيير مدرب، وكان علي أن أقبل ذلك.